انتم ما تسمعوا في صباحنا هاكم، متواصلة معكم العشرة متاع صباح. مرحبا بكم تو سويت الانترفيو دو جور مع سي زهير اسماعيل، محلل سياسي ورئيس سابق بالمعهد التونسي للبحوث الاستراتيجية. مرحبا بك سي زهير، صباح الخير. اهلا وسهلا، صباح النور. اهلا عسلام. شنو احوالك؟ لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله. نحكيو على الوضع الداخلي والوضع الخارجي. نحكيو ساعة على الوضع الداخلي، كما تعرف الإضرابات والمطالب الاجتماعية وأزمة اقتطاع الأجور موضوع الساعة اليوم في تونس تقريبا. سي زهير، هل أنه معناتها هنالك أرضية تسمح لحوار وطني جديد اجتماعي نجمو على الأقل نقلوا به التوتر على المستوى الاجتماعي في تونس سي زهير؟ فعلا أنا في تقديري يعني هو رغم أنه صار في وقت من الأوقات الحديث صار حدث اسمه الحوار الوطني في تقريبا نهاية 2013، ولكن في تقديري الحوار الحقيقي في تونس ما بداش في الظرف الحالي هذا اللي نسموه، يعني وكأن خرجنا من المؤقت إلى الوضع الدائم، يعني وضع المؤسسات الدائمة من غير ذلك. يبدو أن المسألة ما تغيرتش تقريبا، ما تغيرتش حاجة كبيرة. المطلبية المنفلتة كما ترى، يعني الوضع مقلق إلى حد كبير. في وقت من الأوقات ثم أطراف، نذكر أطراف مترايكة دعت إلى هدنة، وكان نذكر يعني دعوة من الرئيس السابق المرزوقي دعا إلى هدنة، فكان الإجابة هي يعني هدنة ستة أشهر يا أخي، هدنة يا أخي احنا في حرب. الواقع أنا في تقديري، يعني تقديري الوضع يستدعي هدنة اليوم. الهدنة هذه لأن تحتاجها الدولة. إذا كان فعلا الوقت فترة الحكم السابقة أو التسيير الانتقال السابقة كانت صنعت بالفشل، فشل الحكومة، يعني أخشى ما نخشاه أن نخرج من فشل الحكومة إلى فشل الدولة، وهذه الصفة راهي صفة تطلق على تجارب الدول، وهي مؤشر خايب سواء في علاقتنا الداخلية كأطراف وك يعني إدارة وغيرها، أو كذلك أيضا في علاقتنا بالوضع الخارجي بالاستثمار بالصناديق المانحة بالدول اللي عندنا معاها يعني تبادل تجاري وثقافي غير ذلك. فالوضع في تقديري يستدعي هذا الحوار الحقيقي. هو عادة بعد الثورات الناس تدخل في مرحلة متاع توتر ومتاع نوعا من الحرب الأهلية الإسلامية غير المعلنة، ونصل إلى وضع تشبع الناس من بعضها وتأتي إلى الحوار الحقيقي. يبدو أن الحوار الحقيقي هذا هو ما زال مبداش، ولكن يبدو أنه ضرورة في الظرف الحالي، خاصة مع ثم نوعا من هي كلمة فشل ما عادش عندها معنى كبير، ولكن ثم أنا أقول ثم نوع من العجز الآن في التسيير. هل العجز هذا يعود إلى قلة الكفاءات؟ رغم جوستومون سي زهير نحكيه على الفشل وعلى العجز، فما يقال أن الحكومة هذه حكومة يتيمة تفتقد إلى الدعم السياسي، تفتقد الدعم لائتلاف الحاكم، وخلاها تخدم وحدها بلاش مشروع سلاحي بلاش برنامج معين. هل هذا سبب اللي يخلي الحكومة عاجزة نوعا ما عن استيعاب هالموجة متاع الإضرابات والأوضاع الاجتماعية ومطالب الاجتماعية؟ نعم، هي الواقع. أنا في تقدير يعني المرحلة صعبة، حتى نكون موضوعيين، المرحلة صعبة، والمطالب القديمة والمطالب الجديدة لا حصر لها. وفي وقت من الأوقات حينما كان البعض يقول رأوا ما ثمش عصا سحرية، الكلام هذا يتقال قبل الصحيح، وحتى اليوم رأوا فعلا ما ثمش عصا سحرية. ولكن لابد من الحد الأدنى، لأن المطلوب من أي مسؤول في الدولة هو أن يجيب دائما على السؤال التالي: أين نقف وإلى أين نذهب؟ هو الإنسان كما يكون في السيارة ومعاه يعني صغير، فالصغير عادة يسأل بابا إحنا وين؟ ويسأل إحنا وين ماشيين؟ هذا الناس أو الجمهور أو سميه الشعب دائما يعرف هو أين وإلى، يعني هو أين يقف وإلى أين يتجه، وهذا مهم جدا. لو سألنا أين نقف وإلى أين نتجه لا نجد الإجابة الصحيحة. والمشاكل في تقديري يعني حسب رأيي الخاص يتحملها الفريق الحاكم صحيح، ولكن في النهاية نتائجها وانعكاساتها تمس الجميع.
احيانا نقول هل فعلا نحن في حاجه الى انقاذ بالمعنى الايجابي، يعني داخل التجربه الديمقراطيه وداخل هذا التاسيس الجديد المتواصل، هل نحن في حاجه الى انقاذ هذه التجربه بحوار وطني؟ يبدو ان الامر يعني نحتاج الى هذا، لان علاش؟ لان الفريق الحاكم وخاصه الحزب الاغلبي وهي المسؤوليه، لانه وعد وعودا وتحدث عن كفاءات وتحدث عن استثمار وتحدث عن إمكان إيجاد حلول ظرفية وبعيدة المدى. على المستوى الظرفي حاليا لا نجد وضوح في هذا الجانب، مع أن الواقع أنا لا أريد أن أشخصن، ولكن الحكومة المفروض أن تدعم، وخاصة في شخص الوزير رئيس الحكومة المفروض أن تدعم، لا أن يدعو البعض ربما إلى إسقاطها أو إلى، لأن هذا في تقديري لا يخدم أي جهة، ولكن في نفس الوقت لابد من حوار وطني، أن تكون الحكومة مدعومة في هذا الظرف حتى يمكن أن تحقق الحد الأدنى ونخرج من هذه الأزمة الحادة في هذه الأيام الصعبة. سي إسماعيل، نحكي على ملف الإرهاب ونحكي على نجاحات أمنية وتراجع نسق الإرهاب، هل أنه بالفعل فما نجاح أمني أم أنه الجماعات قاعدة تبدل في تكتيكاتها، الجماعات المتطرفة الإرهابية باش تنقذ من جديد؟ الإرهاب ظاهرة حقيقية، ولكن مقاربة مواجهتها هي في تقديري ناقصة. يعني حينما نتحدث عن الوضع الداخلي والوضع الاجتماعي ووضع الحكومة وكذلك الدولة، نجد أن الجبهة الداخلية ليست محصنة بما فيه الكفاية. مثلا ما زال يطرح موضوع الإرهاب في سياق التجاذب السياسي، وخاصة أنا أشير هنا إلى الدور الإعلام. أنا أعتبر أن الإعلام هو المحرار، هو المؤشر على مدى قدرة التوانسة في هذا الظرف على أن يبنوا المشترك الوطني. جيستمو هذا اللي مشات الوزارة الداخلية في استراتيجية مع الإعلام باش تبني مكافحة الإرهاب، هذا مشات الوزارة الداخلية. ولكن نتحدث على الإعلام، لأن الواقع كثير مما عشناه من توتر حاد جدا كان الإعلام أو جانب من الإعلام. أنا لا أضع الإعلام وتحدث عن الإعلام لا عن الإعلاميين، لأن الخائب والباهي موجود فيه ونحن في مرحلة انتقالية، ولكن الإعلام لعب دورا سلبيا في مسألة مكافحة الإرهاب، حتى فيما يعرض على البلاتو وحتى فيما يعني يقال حول. هل هو عدم مهنية سي زهير، عدم مهنية أم عدم تعود على مكافحة الإرهاب، بما أنه معناتها الظاهرة هذه ومعناتها استيعاب الإعلام للظاهرة هذه جديد، تقريبا جديد علينا كإعلاميين، معناتها قاعدين نتعودوا بشوية بشوية كيفاش نتعاملوا مع ظاهرة الإرهاب. صحيح، هو ما بعد كل ثورة هناك ارتخاء اليد الدولة، وهناك نوعا من صعوبة السيطرة على المشهد. هذا هو إيجابي عموما، ولكن فيه بعض السلبيات، ولكن في نفس الوقت هناك هذه مسألة المهنية ومسألة الحرفية ومسألة السياسة الإعلامية في البلاد. أنا في تقديري كان بالإمكان نحن نضجنا في أكثر مستوى، لأن تعرف نحن على مدى، أنا أقول على مدى 6 عقود ما كناش عندنا حياة سياسية، يعني انتقلنا من موت سياسي تقريبا ونعيش على الاخبار البيت. سي اسماعيل باش ما نخرجوش برشا على الموضوع يا سي اسماعيل، سي اسماعيل لو تسمح، يعني سي اسماعيل لو تسمح ندخل ما نخرجوش برشا على الموضوع، احنا حكينا توا على الجماعات الارهابيه. لا باش نحكي اي والله كذلك. جسمه يعني انها بدلت تكتيكها وهدوء يسبق العاصفه، ام بالفعل يعني الضربات الامنيه كانت موجعه عليها وخلتها كي تتراجع وتتقلص حتى توجد. انا من الذين يعتبرون ان الجماعات هشة في بنيتها واستغلنا على هذا في المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، وكذلك ليست لها حاضنة حقيقية، ليست لها حاضنة حقيقية حتى تواجدها، يعني هو في جبال أو في غيرها. الجانب الآخر هي تستفيد من الوضع الإقليمي ومن وضع الانتقال الداخلي، ولذلك بعضهم قال نحن مع يعني الـ الإرهاب، نحن ضد الإرهاب وإن قاتل الفساد، ونحن ضد الفساد وإن حارب الإرهاب أو الاستبداد. يعني وجود ظرفي تقول أنت سي إسماعيل، وجود ظرفي مرتبط بظروف إقليمية. هو موضوع كبير، يعني إذا تحدثنا عن الإرهاب، الإرهاب ليس ظاهرة تونسية محلية أي أولا، ثم ليس ظاهرة بعد الثورة، هي ظاهرة قبلها
قبلها وأثناء عمليات معروفة في سليمان وفي غيرها في جبل الرصاص وغيرها. وكانت هناك محاكمات، كانت السجون تقريبا السجون التونسية قبل الثورة كانت فيها أكثر من 3000 من هالعناصر الإرهابية. فالظاهرة إذن موجودة، ولكن كانت هناك مواجهة بين الاستبداد والإرهاب. الآن تغير الوضع، نحن في وضع آخر تماما. اليوم السي زهير معناتها حالة انتقالية، معناتها بيريود ترانزيتوار، ممكن فيها أخذ ورد، فيها انفلات أمني، خلى الإرهاب يتعشش بشوية بشوية ويكون خلايا نائمة تنجم تفيق في أي وقت. صحيح، هذا يعني يعرفه المختصون. وأنا أعتبر أنه البناء الداخلي ومحاولة تأسيس الديمقراطية بوجه الاجتماعي وعلى المستوى الأفقي وما نسميه بالديمقراطية التشاركية والمحلية إلى غير ذلك، الإسراع بتأسيس هذا وتنزيل الدستور وبناء المشترك الوطني هو حسمنا الوحيد على المستوى الداخلي، مع يعني قدرتنا على اللعب على المستوى وفهم المنطقة وتحولاتها، ومع الأسف على مستوى الأداء الدبلوماسي هناك أداء فيه كثير من التخبط ولا يراعي. جستمان سي زهير، هذا سؤالي الأخيراني، كان تسمح نحكيه على العلاقات الدبلوماسية بين تونس وليبيا، نحكيه على التطورات في ليبيا، كان تبع شوية كرونولوجية سي زهير، نلقاو تعدد وتواتر الاختطافات من جانب الليبي، فتقول انت اعتقال وليد القليب، فيتم عملية ابتزاز واشتراط ومفاوضات بين الجماعات الليبية والدبلوماسية التونسية، فإطلاق سراح القليب، فإطلاق سراح المختطفين، فإغلاق القنصلية في ليبيا. يقول طيب اكو سنتعامل سياسيا فقط مع الجماعات الليبية ولا على مستوى الأمني أو معناتها ميدان آخر، كيفاش ترى التصريح هذا طيب كوش، وكيفاش ترى أنه هل هو حل إغلاق القنصلية التونسية في ليبيا؟ هو ربما هو نقول حل القنصلية أو إغلاقها في طرابلس حتى تكون الصورة واضحة، لأن يعني نحن أمام حكومتين وأمام برلمانين في ليبيا، وضع الشاذ حقيقي، وهناك فجر ليبيا والكرامة هذا معروف، دخول داعش على الخط يعني كقوة ثالثة على الخط، وهذا يربك درنا وسرت في تقديري وباختصار. الدبلوماسية التونسية لم تنجح في فهم الوضع الليبي، لم تنجح في ذلك، وربما التجاذب السياسي الداخلي بل حتى احيانا مشاكل بعض الاحزاب وخاصة الحزب الاغلبي الحاكم انعكست على الدبلوماسية، سواء في علاقتنا بالجزائر او في علاقتنا بليبيا ثابتان، يعني ثابتان سي اسماعيل يحددان مستقبلنا، هو العلاقة الإيجابية بالجزائر والعلاقة التاريخية الاستراتيجية اللي ما فيهاش نقاش. سي اسماعيل توا كي يستثني والتعاون يقولوا فقط انه تعاون سياسي، يعني باش يتم استثناء التعاون الاقتصادي، القرار هذا باش تكون له تداعيات اقتصاديه واجتماعيه وحتى امنيه على طول. بعض التوترات حسب ما سمعت، بعض التوترات في المناطق الحدوديه في جدير وغيره كذا، يجب ان يعرف الناس انه راهو نسبه عاليه من اهل الجنوب، هذا حتى قبل يعني حتى قبل الانظمه الحديثه هذه قبل الخمسينات، يعني هناك علاقات حقيقية حتى بعد إقامة الحدود، هناك علاقات اقتصادية لم تنقطع حتى في الحروب، لا تنقطع حتى في الحرب العالمية لم تنقطع التهريب، ونعرف يعني أناس مع عائلات. الآن حدث شيء جديد هو ما يسمى بالاقتصاد الموازي والتجارة الموازية، هذا شيء آخر، هذا شكل اقتصادي معولم مونغاليزي ليس له علاقة بالكونترا وبالتبادل، لكن يجب أن يعرف أنه راه إلى حدود فاقص نسبة كبيرة جدا باتجاه الجزائر لها علاقات عضوية بالاقتصاد الليبي، ناس تعيش، يعني اللي كسب السيارة الباهية من ليبيا، واللي عمل الدار الباهية من ليبيا، واللي قرر أولاده من ليبيا، وهي حقيقة يعني حقيقة. معناتها قطع العلاقات مع الجانب الليبي معناتها نجم يكون عنده أثار سلبية على الاقتصاد. له سلبية على المستوى الاقتصادي، لكن حتى على المستوى السياسي، يعني ربما الترويكا كانت إذا تحدثنا عن جانب من نجاحها هو أنها كانت خاصة في مؤسسة الجمهورية كانت على حياد
وجمعت في أكثر من لقاء الطرفين. أذكر بعض الرموز، جبريل وزيدان ومحمد صوان وغيرها، اجتمعوا عندنا في تونس. الآن هذا غير موجود، لأن هذا غير موجود. ولذلك في وقت من الأوقات كدنا نساند، يعني ضربات يعني حفتر والتدخل المصري لغير ذلك في ليبيا. لذلك صرحنا المفروض نحن كنا دائما نقول أن ليبيا شأن داخلي تونسي، وتعرف وقت الثورة وغيره وكذا وعلاقتنا بهم ولذلك. والغريب هو أن أقل مستفيد، والمسألة رأيت مش معناها رأيت من السلفة مردودة، لكن واجب، ولكن أيضا الاستفادة مهمة. استفاد القطريين، شركات استفادت، تركيا لغير ذلك، ولكن لا حظ لتونس، وهذا يعود إلى دبلوماسيتها وإلى فسلها في أن. وإحنا استفدنا يعني من التحليل متاعك سي زهير إسماعيل، شكرا لك على التحليل السياسي ذي، حكينا الوضع الداخلي، حكينا على علاقتنا بالجانب الليبي. شكرا لك سي زهير إسماعيل، محلل سياسي ورئيس سابق المعهد التونسي للبحوث الاستراتيجية. شكرا لك، نرجع لكم بعد شوية في صباحنا هكذا.